مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. نروحهم، ولكن أوفون هل هذا الميدان الرياضي طورناه؟ وهل هذا الشان منفعة؟ كنت نجيب لكم حصص كانوا يقولوا يا جماعة يدرك تفض هذا البطولة تاع الشان، وراح نرجعوا للواقع المرير ولا المرير يعني. وجبت فيديو باش بينا باللي هذيك يعني البطولة مانغري صغيرة ونجحت فيها الجزائر الحمد لله وهذا شيء يشرف، لكن اوفون كانت كمفرقعات برك في دارتيفيس باش يزين لك السما بوندون كيلكو سكوند وبعديك ترجع للواقع المر. ودايور هذا وشفت في حصه من الحصص تاع قناه الهداف اللي هي مختصه في الرياضه، يعرفوا خير مني يا خوتي ومختصين، شوفوا وش يهضروا بعد نهايه الشان وبعد يعني بدايه الرجوع الى الواقع المرير اللي هو الحياه اليوميه. تفضل خويا المخرج. البطاقه الحمراء انتهت الشان، شفنا امور جميله في الشان، ملاعب، شفنا كل شيء، لكن نعاود نولي للواقع المرير محمد قاسي سعيد لنشاهد هذه الصور. اعطينا صور فريق اتحاد الحراش اين اجرى حصته التدريبيه ديكراساج تاعو بعد وصوله الى الفندق لاجراء لقاء في البطوله في العلمه في الباركينج. في الباركينج يعني خلاص نسينا دوك الشان، راحوا ليستاد، راحوا لتيران غازوني، يعني الناس حتى ولاو لتيران قدروني دوك. يعني الناس اللي تلعب في الاحياء تلقى عندهم هذوك لي ماتيكو، لي بتي ماتيكو هكذا وبدو هكذا ويلعبوا لي جانو. يعني تصل الامر فريق كيما الصفرة يعني اتحاد الحراش يدير سيونس دو ديكراساج بس سيونس دونترينمون في الباركينغ تاع الاوتيل. يعني انا معاه واش كان يقول مقبل باللي يجب توقيف كرة القدم ربما حالا عزما عاجلا في الجزائر، لانه يعني ما تشرفش يعني كرة القدم الجزائرية نادي في القسم الثاني ولا في القسم الثالث ولا حتى في الاقسام الدنيا، ماشي في الباركينج فوق القدرون. يقدر جواري تبليس يقدر مانيش فاهم واش يختوري لي رضوان كلا تاع الحراشة ينطريني ومين ينطريني هنا في الباركينج باركينج تاع الاوتيل. صدق او لا تصدق يا خالتي، هاد البلاد اللي نظمت الشان يا خوتي، يعني هاد الملاعب شفناهم ويحيى عمي تبون دار لنا الاصطاد والجزائر هوين اصطاد. حتى يعني اللي في البلاطو حايرين توري لنا هذه وش هذه في سوريا قاعدين يونترينيو ولا وش كاين هذا؟ لا هذا ما الحراش قاعد يجي يونترينيو في تيران قدروني، فما تقدرش تنزل من المستوى لتحت. ثم كاين حالة من الحالات اللي هي كاذبة ما كانش منها، يا هذه الحقيقة يا استاد اللي هو سي با نورمال، سي با نورمال يا خالتي. شوفوا هذيك الفضيحة، سابروف باللي هذوك المفرقعات كيما من حيث البطالة وما نعرفش راهي كلها بركة واستاد والشان والغنايات وناس الشاطح وفلافي هذيك الشاطح هذيك فاصل اشهاري برك، فاصل اشهاري مزين كيما في الاشهار يبين لك باللي هذيك اللي تغسل وكذا والدنيا دارها نظيفه وهي ناس كل تغسل في الباسين او الخماج وحس وعياط، بصح لا هذاك فاصل اشهاري يزين لك الواقع وتشوف باللي الحقيقه هي كيما هك. نفس الشيء يا خوتي، نفس الشيء لما تشوف السلطه هذه تنظم لك انتخابات وانضمام والسلطه المستقله غير اللي تترك السلطه والتنظيم وشمعت لك الشعب، ايه والريزولتا من بعد وش كان؟ كاليتوس مدقدقه في حاله، البلديات مدقدقه، الناس في حاله، اصطاد مكان، نفس الشيء مفرقعات كلش تلميع برك، من الباكتاج برك مزينه من برا والداخل راهي مقرقبه. عاديك تبون كان عنده الحق، ما تهمنيش انا نسبه المشاركه، مش تخلني، مهم الشكل، شكل برك. اخي نظمنا وخسرنا دراهم ودرنا مباريات وكذا ودرنا 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 برك، بس على المضمون الشيخ يعني حتى الاستاد قفلوهم، حتى قال لك ما تقدروش تدوروا بيهم نساوهم، علاه ملا دايرين الاستاد؟ وكانت الناس تقول فوالا هاي الاستاد وهذه نقطه، وبوقره كان يقول معليش درك درنا الاستاد لازم ننتقلوا الى التدريب. لا لا اخويا الاستاد تقفل اذا انسى، سمحنا نمشيو بمارشاريير دايور كما يقولوا الاخوه، يعني الكاليتوس مع الحدود تاع مع استاد تاع براقي الله اعلم. دونك تك مشاريع ضخمه لهيه والكاليتوس هي رايبه،
هذا دليل انه المشروع ما كانش للاهل تاع الكاليتوس ولا للرياضه ولا لانه مستحيل تبني استاد كبير ومش داير ديسبونسير صغير. ولكن لما نشوفوا احنا هاد لي زيماج ولا حتى لي زيماج تاع الفوت، فانت راك راح تمد صوره سيئه على الجزائر وتخلي ناس كما بعض الناس موسوسين هم يضحكوا علينا الجيران وكذا. خاطي انا اللي درتها، نسمعوا واش يقولوا عليها. تفضل خويا المخرج. نورمال نقول لك علاش نورمال، عندك الصاد تاع نيلسون مانديلا بالرقي بتاع تاع وهران راح يتغرقوا ما يلعبوش بها لي ماتش. بالنسبه اسكو سي نورمال هادية؟ بالنسبه لك اسكو سي نورمال تغلق نيلسون مانديلا وتلعب 3 ولا 4 ماتش تاع كوب دافريك في سان جويي؟ بالنسبه لي سي با نورمال. الور هنايا بالنسبه لي سي نورمال، قال لي كلش نورمال. علي سي نورمال. انا نقول لك سي تي نونت، الصوره للجزائر يخطفوها بزاف ناس ويوريوها ويعايرونا بها، سي تي نونت عيب. اونطون لا بارش للناس باش تضربنا بها. يعني احنا رانا نعطيو لهم الاسلحه باش الناس تضحك على الجزائر، لانه ما ولا مي اونترينيو والبالون يمشي ماشي يلعبوا لي كاري. ماشي قالوا يديروا يديروا دي كيفاش يقولوا ايشوفمون بارك ولا بتي ديكراساج بلا بالون ولا قال ما يكونش فيه الكونتاكت. او كاين الكونتاكت يا اخي، شيء كيما هذا اعتقد انه لن يمر من الكره. كي تشوفوا صور كيما هذه ما تقلقوش، ما تديروش اتصالات قال اسمعوا شو صاري. هذه مسؤوليتكم، مسؤوليه كره القدم، مانيش مسؤول انا، المسؤول اللي راه تم انتخابه بين قوسين على راس اي هيئه تاع كره القدم. اعتقد بان السلطات العليا للبلد يجب ان تتدخل لوقف هذه المهزله، لانه الامور تجاوزت كل الحدود الحمراء. نغلق. سؤال مليح على كل حال، كي تشوفوا هذه الصور ما تتقلقوش ما يغيظكمش؟ هذا هو السؤال. طبعا احنا ما نطرحوش غير على كره القدم، هذه قناه مختصه في كره القدم. احنا كي نشوفوا حراقه، كي نشوفوا مرأة تبكي مسكينة وراكعة كيما كاك، كي نشوفوا الأسعار والمواطن يشكي، كي نشوفوا الظلم في المحاكم، كي نشوفوا شباب مرميين في الحبس، كي نشوفوا أم تبكي على ولدها مسكين مرمي في السجن، كي نشوفوا إنسان يعيط يقول لك هاو خويا ولا هذوك اللي يديروا الوقفات تاع سجناء التسعينات 30 40 سنة مرمي مسكين 25 سنة. يعني كل هذه الصور ما تحركش فيكم شوية مشاعر كإنسان؟ عاديك احنا نتساءلوا، يعني لما تبعثوا قرارات قويه الى سوريا وتركيا وحنا فنفرحوا، فكيف تحرك قلبك على البراني اللي ان شاء الله يطلق يا ربي، ان شاء الله ينجيهم ربي سبحانه، والجزائري بما فيه من مشاكل ومضره قلبك ما يتحركش عليه؟ عليه قلبكم يابس حجره على شعبكم وحنين على الناس الاخرين؟ والله هاد مخاوتنا التوانسه ربي يفرج عليهم ان شاء الله، اعطيهم 100 مليون راهم في ازمه. يا ولدي راهم نتيجة مشاكل سياسية، حبوا الديمقراطية، هاك 100 مليون دولار صبر بها روحك. تقول له علاه شعبك مسكين ما تعطيهش صدور وهك هبة من عند الدولة مش من جيبك، هك ما خاسر والو، تسمى شي ما راح يتقص من الشهرية تاعك ولا من المزايا اللي عندك. هذا هو السؤال، ما نطرحوهش غير فقط على وكما قال بن شيخ، يعني سي مالورو، عيب نمدوا صورة كيما هكا على الجزائر. ولما تشوف عدد الحراقة عيب، ولما تشوف كما قال خونا المخدرات والكوكايين هذه تانا عيب. تما وش حابين تديروا في هذه لاسوسيتي؟ حتفلقوها بسبب التهور تاعكم والتشنج في المهم الكرسي، برك احكم كرسي يا خويا اسكن فيه بصح ما تضيعش شعبك معاه. هذا شيء مؤسف يا خاوتي والله، يعني عادي يتقطع القلب كي يشوف ديزيما حتى في الفوت، تما اللي كنا شويه ساطرين بها هام القنوات يقول لك راهي تبهديله، رانا في حالة